تعالوا نستخبى في البيت اللي هناك ده لحد لما الضرب يفتح. ماشي ماشي خلي بالك. فوش. احنا مش هنعمل لكم حاجه بس هنستنى هنا لحد ما المعركه اللي بره تخلص. مسكتهم الخوارج قتلوهم خدوا الثواب. لك قتلوهم يلا. لا باين عليكم خوانه وانا لازم بلغ الامير. يا حج يا حج بقالك ساعتين قاعد ساكت. طلبت اكل جبنا لك اكل، طلبت شاي جبنا لك شاي. انت مين؟ هو افندم قصده يعني حضرتك عرفنا بنفسك. ادهم صبري رجل مستحيل والمصحف ده انا بحبك قوي يا استاذ، ده رواياتك كلها بتستفي عد في المكتبه. روايات ايه يا ابني؟ إيه يا جماعه احنا لازم نهرب من هنا. في واحد دلوقتي من رجاله الامير اتقتل، يعني لو مسكونا هيصلبونا. هيفتكروا انه اتقتل في الغزوه. ايوه برضو حضرتك ما قلتش انت عملت كده ليه وبتساعدنا ليه. ياه دي قصه طويله قوي. حلو قوي. هيبدا يحكي يبدا يحكي. ده ابتدى ينام يا حاج. ما تفزعوش كده، احنا اتكلفنا بمهمه القضاء على مجموعة من قيادات الإمارة، نفذنا الجزء الأكبر من مهمتنا بس للأسف اتغدر بينا وزمايلي توفاهم الله وأنا نجيت من الموت وللأسف بقيت زي ما انتوا شايفين كده. ومن ساعتها وانت قاعد هنا يا حاج مفيش قرايب بيسألوا عليك، ما روحتش السفارة. مش معنى ان اتصبت اني اتنازل او اهرب من المعركة، ما دام هم مكملين انا كمان اكمل. ايه بس يا مسيو يعني حضرتك هتكمل ازاي وانت سوري يعني حالتك ما تسمحش؟ يعني ما تسمحش ازاي يعني؟ يعني عشان حضرتك يعني هو قصده ان انت معوق. ايه ده؟ هو انت ما تربيتش يا ابني؟ انا مش معوق، انا مصاب حرب. صحيح ربنا حرمني من نعمه اني امشي على رجليا، لكني اقدر اعمل حاجات كتير قوي. أنا أقدر أسمم لهم المعيز بتاعتهم، أنا أقدر أفضي عجل العربيات بتاعتهم قبل ما يطلعوا أي غزوة، ممكن أسرق شباشب القيادات بتاعتهم يوم الجمعة وهم بيصلوا. حضرتك بتحارب الإرهاب بالإرهاب؟ لا، بيحارب الإرهاب بالشباشب اللي بيسرقها من قدام الجامع. حتى لو مفيش غير لساني أقدر أعمل بيه حاجات كتير قوي. يعني هتعمل إيه يا حاج؟ هتهف عليهم؟ أنا جاني معلومات عن عملية هتتم في مصر. معلومات دي جات لك دلوقتي يا حاج؟ الموضوع كان واقف على شوية صور ومعلومات واحد ند ابن حرام وصلها لهم عن طريق فلاشة. فلاشة؟ عملت بلاميطة دلوقتي. المهمة دي لازم تتمنع يا أولاد. احنا ما نقدرش نمنع حاجة، مع بعض نقدر. ده إعلان؟ لو سمحت حضرتك احنا عايزين نهرب.
فيا ريت تقول لنا ازاي تقربوا من الامير وتخلوه يثق فيكم ويكلفكم بالمهمه. انا مش هقدر اقرب من الامير لان واضح جدا ان انا فيا شبه من خطيبته اللي ماتت، فواضح هو بيفكر ازاي. دفعني ما تقلقوش انا هساعدكم. هتساعدنا ازاي؟ خد ده. ايه ميداليه؟ ايه ده؟ وريني يا عم وريني. وده ولده يا حاج واحنا نربيها ولا ايه؟ يا عم الحاج ادهم ايه اللي انت مديهولنا ده؟ نحمي بيه نفسنا ازاي؟ ده اقل عيل صغير هنا شال ارباجيه، ده انا شفت واحد راكب مدببه واحنا جايين. ما تنسوش تقربوا من الامير وتخلوه يثق فيكم. ازاي؟ خلي اصدقائك قريبين واعدائك برضه قريبين. دي الستيتس بتاعتك على الفيسبوك؟ بس اعتقد دي منقوله يعني مش انت اللي بس مقلبها. بس يا عم هاني، بس يا عم هاني ده الراجل اللي رايحه منه مش راجعه تاني، انت بتتكلم مع مين؟ خلي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده نسي انه معوض. يا كمار وين الاكل يا كمار؟ ما في معلومه. كمار ما في معلومه. ايه اخبار ما في معلومه. ما في معلوم بيبو. ايه ده؟ ما في معلوم خلاص. انت بتعمل ايه بالمسدس ده؟ انا ابي اقتل امير اقتل كفيل. لا حول ولا قوه الا بالله. عمل لك ايه تاني؟ هذا كفيل ودع كمار سوي علينا شان. هذا قول كمار وقفنا شان كمار. كمار سوي اكل كمار واخر الليل بيبو. اوعى تكمل. اخر الليل بيطلب منك ايه؟ ما انت اللي عايد له بالجيبه. استغفر الله العظيم. لا آخر الليل يرقص كمار. كمار ما يرقص حبيبي. عيب كمار يرقص عيب. مش أنا قلت لك قبل كده الانتحار ده كفر وحرام؟ أستغفر الله. أنت عايز تموت صح؟ آه. أنا هموتك. هقول لك إزاي بس حلال ماشي؟ أنت هتنزل النفق هتحاول تهرب هيمسكوك هيموتوك. حلال ولا مش حلال؟ هذا حلال. وموت؟ حلال. تمام؟ تمام الحمد لله. هذا وضع. مع السلامة. والله متقلين عليك يا هاني. تقولش كده يا سمير، انت هنا في بيت اخوك. والله انت عامل معانا واجب 10 على 10. اقل حاجه على فكره. ربنا يبارك. ايه ده؟ اخس سليم. افكريني يا ماما نبقى نعمل بوابه حديد على الخيمه من بره عشان مش اي حد كده يخش علينا. يا اخوانا الناس دي لو مسكتنا بالحشيش ده هتفلقنا نصين. هو انت هتبلغ عننا؟ انت واطي للدرجه دي يا بيبو؟ انتوا مش محتاجين حد يبلغ عنكم، الريحه بلغت عنكم خلاص. لا يا جماعه انا عايزكم في موضوع مهم. طب امسك الاول كده. لا 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 ملوش في الويد هو. طب امسك موزه. جرى هاني موزه ايه هاني يا ابني؟ انت هنا في خيمه اخوك. موزه ايه اللي خدها هاني؟ لا في ايه الراجل بيكرمك في خيمته يعني؟ إيه هو اللي ارده هاني؟ مش عايز موزه هاني. خلاص يا سيدي بلاش موز، خد جوافه. الجوافه ده انا عندي برد. الله بلاش جوافه يا سيدي، انت عايز ايه؟ مش عايز. انا عايز ايه؟ انت عايز جوافه. انت عايز ايه؟ بس يا جماعه انتوا هنا في خيمه اخوك وعيلتك. انت ايه اللي انت عامل؟ انت بتكلم في ايه؟ انت عايز ايه؟ انت عايز جوافه. الخيمه ما كربانيه قرص وفرفشه كده وصل ايه؟ هو ايه اللي قرص؟ هو احنا كنا قاعدين بنرقص لك؟ انا ما بنحشش عند اهلك. انت اتكلمت في ايه؟ احترم نفسك. طيب انت اللي قصدك يا اخي. انت عايز موت. امال عايز ايه انت؟ انت عايز موت. عايز ايه؟ انا عايز استفندي. اتفضل يا سيدي استفندي. اقعد على بعضك. اقعد على بعضك. اقعد على بعضك. اقعد على بعضك. خلاص خلاص بقى. الموضوع اللي انا عايزكم فيه يا جماعه مهم قوي. احنا لازم نلاقي طريقه نصاحب بيها الزفت الامير ده علشان يامن لنا ويخلينا نسافر مصر ونهرب من هنا. انت مش ملاحظ حاجه؟ في في تغيير كده في كلامه. الامير المعفن والكلاب اللي بره حصل تغير للشخصيه كده. ما خلاص يا جماعه عرفت ان انا كنت غلطان ورجعت. في حاجه اهم من كده، انا جاي احذركم تاخدوا بالكم من الواد كمار. ليه يا فالح؟ اصل حاله ما في امل اتحولت لحاله اكتئاب حاد، فعايز ينتحر وعايز يموت الكفيل في الامير. هيموت الامير في الكفيل؟ الواد ده يا ابني من زمان وهو مخه تعبان ومفسفس، بس ربنا يستر بقى. يا بنت اللذينه بتفكري في اللي بفكر فيه صح؟ قلت لك احنا هنبقى قابل هايل بس في مكان تاني غير ده. يا اسطى هاني، يا اسطى هاني احترم وجودنا يعني، استنى لما نمشي انا والاخ دوت وبعد كده بزعني في انت وهي في اي حته. عيب عيب تعملكوا ده عيب يعني عيب. ايه عيب؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ انا جات لي فكره دلوقتي جهنميه. احنا لازم نسخن الواد كمار دوت عشان يعمل اللي عايز يعمله ده بجد. يا عم هاني يعني احنا هنستفاد ايه معايا الغلبان زي ده يموت نفسه؟ انا فاهمكم. احنا لازم نقنع الولد كمار دوت علشان يروح يقتل الامير، احنا بقى نحذر الامير وننقذه، ساعتها هيثق فينا ويخلينا نعمل العمليه بتاعت مصر. يعني موضوع كمار دوت جالنا على حجرنا. ده انت طلعت ده يا هاني. بسم الله.
حاسب يا سنو الامير. في يالك في ياض، انت مجنون. الاكل مشموم. احنا شفنا الواد كومار وهو عمال بيسم في الاكل. بيسم في الاكل. كومار انتوا متاكدين؟ طبعا متاكدين، ده انا شفته بعناية وانا واقف اصبن كده شطف في المواعين عمال يدس السم في الاكل. ابو البراءة مور امير.